أخبار المهرية باختصار. تقرير رسمي يعلن مقتل 31 مدنيا في هجمات حوثية على مأرب خلال 6 أشهر. الميليشيا ارتكبت انتهاكات إثر استهدافها أحياء سكنية في المدينة، كما أسفرت عن تدمير 14 منزلا. وفاة امرأتين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة جراء سقوط سيارة من منحدر في تعز. السيارة سقطت من أحد منحدرات جبل صبر، فيما تمكن الأهالي من انتشال الضحايا. الإرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية وهطول غزير للأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية. الإرصاد توقعت هطول الأمطار في المحافظات الجبلية وكذلك الهضاب الداخلية. أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو يشيد بقدرات المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال الموسم الحالي. ريفالدو أكد أن صلاح قدم بداية رائعة بإحصاءات مميزة وهدف رائع ضد مانشستر سيتي. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخرج من قائمة فوربس لأغنى 400 أمريكي. ثروة ترامب انخفضت بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية جائحة كورونا. إلى اللقاء باختصار آخر.